طريقة ومكونات عجن خبزة رزة الغاضي اللي هي شبيهة البراتة، شبيهة البراتة الهندي 100%، ما فيها فرق. لكن هذه الفرق بينها وبين هذيك انها شغلتها وايد اصعب يعني، لكن ان شاء الله بتشوفونها الحين مع التصوير. المكونات ربع خاشوقة خميرة، ربع خاشوقة بيكنج بودر، ربع خاشوقة مليحة ملح، ربع كيلو سميد ناعم، ربع كيلو طحين رقم واحد، وهذا زيت طبخ نباتي، وهاي زبدة اللي هي الزبدة العادية، ويستحسن اللورباك أو المراعي. هذا ربع الكيلو السميد الناعم، ربع الكيلو الطحين رقم واحد، المكونات. وحين تكلمي عاد بسرعة، الماي بصوت عالي، الماي شو بلا شو بلا شغلي عادة، بس نحط الماي. زين كيف يعني تحطي الماي؟ العجين لازم يصير ما يصير لا لين ولا قوي، شوية بس يكون يعني متماسك مثل العجين نفس أول، يكون متماسك العجينة بس شوية بس. نحن نوريهم كيف العجين. خلاص حين ولا خلاص حين العجين تجمع. خلاص يلا شيله من الماكينة. زين العجينة بس نجمع العجينة زي كذا. هاي اللي هي هناك يسمون شو شبيهة هذا أكثر شيء؟ إحنا نقوله عليه دليك. الحين تدلكين هالعجينة دلك. بدون زيت ولا ينحط زيت؟ أي شيء. بس المكونات اللي هي الطحين رقم واحد والسميد رقم الناعم والمليح ومخمر بكمبودر شوي، بعدين نحطها في بلاستيك غذائي لين 15 دقيقة 20 دقيقة. نعم. وبعدين تسوي زي كده. أيوة تتكور. تتكور زي كده. يلا. بعد مرور 15 دقيقة نحطها ونورقها بزيت بس. زيت. بعدين هنحط عليها الزبدة. لازم هاي ترى هاي السر في الخدمة، هاي البراتة اللي هي تطري، هاي الآلة ما أدري يسمونها هذا. هاي ها؟ رزة القاضي اللي شبيهة البراتة. هاي رزة القاضي شبيهة البراتة، والسر كله في هاي الآلة، هاي الحديدة. هاي ظني مات البيتزا اللي قطعوها البيتزا. ها؟ اللي قطعوها البيتزا. لكن الأصل شو هو؟ الأصل كانوا يغزلوها هي زي الصوف. تنغزل شرات الصوف. غزل. من الاساس يعني الاوليات المغربيات يغزلنها شرات ما يغزلن البدويات الصوف. ها الحين بتشوفه شغله وايد شغله يعني مش هينه يعني. اللي تسوي البيتزا الخطوط تسويها. الخطوط لازم تكون صغيرة مو تكون كبيرة. الخطوط عندها البعض ما بعيدات، هذا بعيد عن الثاني. كل من سويت الخطوط جريبات يكون أخير. بنرويكم نحن خبزة واحدة. شغلة قال لكم منها شغلة، ترى نبغى شيء ودر شيء، كل شيء ولا شيء، ما يستوي شيء مني والفريق. الخدمة الحلوة لازم يبقى لها ترتيب زين. ها تيمع شوي يمعوه كامل مرة ثانية من يد ويدين. ما عليكم في الخطوط إذا كانت مقطعة ولا حتى الخطوط إذا كانت يعني مش مقطعة نص خب تردها بعدين كذا تطرد الخطوط هذه بعدين لويها كذا. وخلاص كده بالزيت ايه. ما في زيت كتير.
ايه زين. ما متى ترقينها؟ حينه. الحين تترقق شويه عشان يقدروا يشيلوها وتتحطينها تزيد تترقق. فوق التاوة. فوق التاوة تكون حارة التاوة. والنار مهيلة شوية. مهيلة يعني شوي شوي. شوية النار. زين حطي قرصين مرة واحدة بدال مرة واحدة. ولا حطي ثلاثة وفكي نفسك. ينزبن مرة واحدة. شو اسمه الخبز هذا؟ رزة الغابي. هذا خبز رزة الغابي اللي هو يعني ابدا نفس البراتة. عندنا نحن اللي كلنا مكمل يوم نفس البراتة. يقول لكم البدويات عندهم يخزن يغزلن شرات ما يغزلن الصوف. لازم وقت الرق اللي لا تكون نحيفه تبقى العجين شويه لازم شويه لازم شويه غليظه عشان تتفلفل خلاص عشان تتفلفل اذا رفيعه تتبطل مره قلبه إيه. وكل دقيقة شيء بين دقيقة والثانية يجلبونها بين دقيقة والثانية يجلبونها تشون شوية نقطة زيت نباتي وانت سايق بعدين شوف نفس البراتة بالضبط نفس البراتة بالضبط ما شيء بينه وبين البراتة شوية بين دقيقة ثلاثة دقيقتين يبالها جهز حينك؟ ايوه هذا هو اللي قلنا لكم عنه البراتة رزة القاضي هي اصلا ايوه اسمه رزة القاضي مغربية وكانوا يغزلوها زمان شوية في ماكينة بس هذه الطريقة احسن الطريقة اليدوية هذه اليدوية احسن كيطلع ناعم ايه ومفكوكة العجينها ايوه زي رزة وهذه لما تطلعوها استنوا عليها شويه تبرد تسوي لها كذا عشان تتفك ايوه بس شكرا هدى عفوا